من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كورايدين تحبوا نفس أنا يعني ذلنا هاي عمر كري قصة عاد ومرقب بضن عند اللغة دا جدا نفضل أنا دايمر كي كوغو رئيسة موقال كنو كسو قارو نصف لغتره حتى أفرون ولسو تشوكتنا ناسو شار قريسان وحلو سحلو وانا كنسا عديد ديب أوكالا سير لاي قري سو موقال كنو ولا لبادنو قارو أصدا تانا يانو قدو قلي دونا أصدا تان ورمهان تي آد سامي بضاني قيلة تنقل كيدا آد نالو لقيرا در رمهان تبرك أنا مغلي واقع سو وقتن أفقستو أو حقول على مسلين أحقر بيسة تاوانيسة أصدا تانا وحقول عدي ويلكون ولاد تلكاسي يوكي قرهان عاسمة دي سردن بالكاس ولورن شري محمد محمد وحو هاويل دان يراء وكنا مجال داسي لردن شان تيسي وخدي كتو كدا وحو هاويل بشاشة وانبو فرشتان ودد كلا مغدد شعليهن إلا إمامكا ويدد كا وخدي كتو كدا مساجد كدا ودهو انبادن وخدي كتو كن شرو مساجد كا وخدان وكفرنا مر مر معك من ضياء محمد سوق أتكن أيا أي مركز سعد رجع بحياة وحكوس بودي وحكوس بودي حنون حنون كيف تبي نختار كأي رولا عرري نختار لي رهضة سان توماس إسبيتال وفي على لدن أي لجي نختار كي شيء بعد السمية كده بحوش رجع إذا الحالة دي محمد وحبر لقى قبان كرين سنمر كان أي استعين حبناها هو وين شركي سمهم فوقها سد بركة كليها يوضنها لما تدان الشقينين مركز وحنا أنا وقبان كرين نروش السنة وحي ريكا هرسان تهي كاتب محمد أهلان تاسمركو مقالي هذي وقت نقوم مروبا دي أخطر كي أيان وحو ريكا نمد مركا قصة دان ماها قصة وقتن لشكي عمو قرار لما لا مراوار لكن حقا شاكين الساحيب كي وحو ري محمد أخطن قصة مقالي هذي سوي وحن بات كان لما وقالن لي تشوغان أيان كسو بحي بولي أخطن مركا وحن كون نقضي بولي قرب كلا تدنو حولي ماشن يوم كو حاج سي وقت بولي وحن دوني أسرا دي دن انسكت كده ومساك تكيدان كان مقرد وقت بولي ماشن وقع تسمينة شوي كراما حرو نقارا يقدر قيرني يقالا ويله يكرا دوين دي له يمش لما وران كرا السنة بيه كرا دوين بواقي وقيرا دو دبا يوري رسي بولي ويله ماشن سكا قبحان را كدب وحولانا وقا يمد جناب كلامك عدد سيدعاء أخذها سلوكين لصوب بقضتك أيام بقضي بيقول يعني يلح إن أنا أخر كدي بركي عنو بوقناي أيانو حنولي إيه محمد يقول يسر فريسية كربها أيانو قبناي كدي بنا نسر فريسيني وحولي مدبان عصنا يا أخذ إني لهي أقبرنا ورجيني دعا مركاو دعي السنة إنه كنا آمين إيه دهسي إلهي إن إلهي يقبل بولي آمين إذا كنا إله إنت هسوك التاقير بولي هاي أيان نوري قفل بواح والسوكي وحاورن دون محمد كدب محمد وحاو كل واقي وحوري ماش هاني واي دبتي إذا أنا ما مقلو بركا واحان ربا إن المرء ونكون نقض مساجد بس أنا مقلو إذا أنت ودقا هاي يوسو قارو أيو لسوكو أوي كدب أسحاتي ماشي في الدبي يا ود أريد أرقي راتي هذا الكاس محمد كذب محمد وحاقه راي ولا صاحبا هاين وأد سود وين أنت إذا كنا وان فصل دقيقنا يوري كذب ويل كي حكوري اختر كي يجي اختر كي يلوجي لوجي كذب وحصح ورقة أه إلى أن لاقب سكر نختار قدو كبحة ورقة بلا قصة حي اختر كي أيو سيدي كيف صبح محمد كدبنا وحب مساجد كي أيو نغسط دبقالي وقر عصر من عشان يتمن دقيقة كهرسين هنا يقول هذا يدد كوبوضة فرحان وحانا ماشي سوي استاقي إمام كي يسحبتي كنت كنسي مركاسة لسور دوي محمد كرسي أيانا اللوردي صف كهوري كدب هالكي أيو محمد وحولي إذان كي مركي لغو لفطي أيو آد ويبولو قيرا دو أخت كدب بسرعة عصر سيد أيو نقولتو كده يبولي كدب حنوكي أيا كسي كردي أداما نصر فريق كريم كدب من الأخطر كي يدب دو غالي حارة دي سوي سيع سلاتي كدب وحل لقيي الأخطر كرد
sida loo xun waqtan ugu qaban karo. Waxaa la siin jiray xanuun baabiye aad u tiro badan. Kadib dhakhtar kale ayay u wareejiyeen. Dhakhtarkii kale isagoo u yaalla ayuu wuxuu ninkii ay saxaabta ahayn waan garaacay ayuu yidhi. Kadib waxay u qabatay gabadh naarasa. Madaamana mis fahmin buli gabadhaas naarasta markasta waxay tidhaahdaa buli maxamed xaaladiisu waa degan tahay oo anigu waxaan u haystaa inuu caafimaaday oo xaaladiisu soo xoonaatay. Mise waxay leedahay yarnabuur isfahamaanta darteed markaa luuqadda ingiriiskan u fahmin idina shuuxa iga jeedaa buleeyay dahayn ka samirsiiyo maxamed ugu tegay. Wuxuu uri maalintii labaad ayaan ku celiyay mid kale ayaa iga qabatay nasiibiisa leeg. Maalinta saddexaad ayaa waxaan tegay inaan saaxiibnahay oo musrina oo caddaana. Dadna ninkii ayaa iga tarjumay iina sheegay maxamed inay xaaladiisu waxay ku yidhahdeen aada ayay culus tahay ilaahay ka samirsiiyo. Dadna maxamed wuxuu uri ninkii waqtan u tegay ninka saaxiibka ayaa kadib iga warramay yidhi. Wuxuu uri maxamed markii waqtan u garlay yidhi dhakhtarkii aynu ku booqanay yidhi isagoo markaasu yacni malagu soo galay waqtigii nafta ka dhexdahay wax yar iga harsan yihiin. Wuxuu uri maxamed markaan saa u soo galay ayaaba wuxuu uri maxamed wuxuu uri waqtan isaa muur buu ku jiray kadib indhaha ayuu soo kala qaaday yidhi. Dadkii oo dhan baa wada dul jooga kadibna wuu ashahaatay shatan laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah buu yidhi. Kadib sidaas ayay kaga dhacday. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qur-aankiisa noogu sheegay in qofka laa ilaaha ila allah ay kaga baxdo ereyga ugu dambeeya ay noqoto in uu jannada gelay dakhal janna. Qofkaasi jannada ayuu galaa. Imisa muslimiin waqtan adigu caafimaad qaba oo laxaadkaaga qaba xanuuno aan ku helin masaajidka hormarta way badan yihin. Muslimiin badan qaar badan ba waqtan masaajidka hormara eedaanka maqlaya. Qofka haysta eedaan ee maqlaya salaada usoo kacayada la leeyahay waa jaanis. Ana haysan qaar badan waxaa jira dad xanuunsanaya oo ku ducaysta inay mar ka qayb galaan jamaca. Adigu oo caafimaad qaba walaal ilaahay sadaafo jamaca ku tuko amarka wanaagsi inta aan lagu xisaabina is xisaab isagoon haddii aad dhamaysatay sii shere gare sina lay gare ilaahay khayrka hana waafajiyo oo dada toosan tutoosan ilaahay ahi nagu hago ilaahay khayrka hana garadsii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cusooyin badan mana soo wadna ama ogaanina.